الأم كنا يعني شعور لا يوصف، والحمد لله أن العملية تكللت بالنجاح، والحمد لله سبحانه وتعالى، ومن ثم الفريق الطبي والذي يرأسه الدكتور عبد الله ربيعة. حالتك صبعت وعن السياري، ولكن أيضا سوف نأخذ هذه التفاصيل بشكل كامل مع كما تعدد الدكتور بيزار، وكذلك كذلك الدكتور عبد الله ربيعة والدكتور اليوم دكتور نزار. يعني تمت المرحلة الأولى وكنت تشرف عليها، وهي مرحلة التخدير، وهي من المراحل المهمة أيضا، والآن تواكب المرحلة الرابعة. دعنا نتحدث عن هالمرحلتين. دقائق تم فصل عمر عن علي، والآن كما نشاهد عمر في طاولة مستقلة لأول مرة في حياته، وعلي في طاولة مستقلة. الآن تبدأ عملية ترميم الأعضاء وتأخذ لها وقت، وإن شاء الله تنتهي بنجاح، لكن المرحلة الحرجة والصعبة إن شاء الله أننا سيطرنا عليها. بالنسبة للعراق هذا هو التوأم الخامس. سبق وأن فصل مجموعة توائم، فاطمة والزهراء، كذلك زينب ورقية، كذلك إياد وزياد، وكذلك كريس وكريستيان، واليوم علي وعمر.